قول تاني قدامنا راجل مظلوم، هو مظلوم استنتقم منه. استنتقم منه ليه؟ عشان جالها تسجيل هو وهذا صدقي بيقولوا ان خالد اللي ايه سارق. لا ما يقولش على جوزي، انا بقول لك سارق، انا اللي بقول لك خالد اللي سارق. يا جدعان خد نومه، هي كلمتها خالد، خد عمر وخد مصطفى ايوه وخد الواد عنتر دوره. هو الموبايل ده طب حضرتك هو معلش ينضف يعني. كلام واضح، كلام واضح. المفروض مين اول واحد ياخد شهاده نومها؟ خالد جوزها قاعد في الفصل. ايه في الصاله؟ قاعد في الصاله. اه ليه يا خالد في الصاله؟ انا مش مريح. لا انت مش مريح، لا مش مريح. انا واحد يخش اوضه نوم مراتي عشان الزميله. الزميله لا مش مريح. صحيح انا مش غاري ولا انت حاجه. فين انتوا الثلاثه؟ دلوقتي نقول سرق يوم طلع هو مصطفى. عم حد ياخد بيته صحيح. مصطفى ده المحاسب بتاعه. صح الرساله الاولاني. مين اللي وصل الشقه الاول؟ محمد. لو زهران اللي وصل الاول يبقى سرق وخد. بص عباري انا مش عارف انت ليه بتفتح بالي. مين اللي يحصل؟ مصطفى. وقال قعدت ساعتين. قال عم زهران يجي يقول لي انا نايم. يعني عايز يسرق؟ قال له نايم. طيب. مين اللي نزل الاول؟ مصطفى ولا زهران؟ زهران. يبقى اذا سرق امتى؟ جت خد عندك بقى. اتمسك معاه في المطار مخدرات. القضيه اتحفظت في نفس اليوم. يا شاليمار خالد يوسف جوزك هو اللي سرقك، ودي تاني مره. هوريك دلوقتي الدليل. سرق منها 12 مليون جنيه. تمام. واشتكيته لمين؟ لعمر زهران اللي عامله على صفحتها انا بحبه وحبيبي وبتمثله مريم فخر الدين وهو عبد الحليم حافظ. تمام؟ كتب ايصال امانه باللي تعرض لكم دلوقتي ب 12 مليون جنيه. مين اللي كتبه؟ جوزها اللي سرقها قبل كده. مين الشاهد؟ 12 مليون عمر زهران. يا باشا هوريك الايصال معايا. اتفضل. عمر زهران شاهد. تمام؟ المفروض يصلي امانه يبقى مع مين؟ مع شاليمار. خالد الزوج كاتبه للزوجه يبقى مع مين؟ برافو عليك. لما تديه لعمر يشيله معاه ويقعد معاه خمس سنين يبقى حرامي؟ لا يبقى في امانه ليه. لا ثانيه واحده، ما هو ممكن يبيع الايثار. صح. طب انت بتجيبه له ليه؟ عشان هو محل ثقه عنك انت. اه. لان انت حافظ بيه عندك. تمام. ده حرامي؟ لا. بتقول لك هي كل ده موجود دلوقتي. بتقول ان هي لما اتعملت قضيه مخدرات اللي اتمسكت في المطار لخالد يوسف وجابت الدكتور بتاعها ضرب تقرير مزور ان ده علاج ليها، ان هي عندها خلل في دماغها. ده التقرير عشان يطلع هو وده بيتعالج بيه اسمه فينيكسن. تمام؟ عملت مداخلة مع المرحوم وائل الفراشي. في